بسم الله ما شاء الله، اليوم راح نقدم لكم طريقة عمل يوفكة بالجبن واللحم. طريقة كلش طيبة وإن شاء الله تعجبكم. أول شيء هنا نحضر جبن مبروش وربع كيلو أو نص كيلو لحم حسب رغبتكم. راح هذا اللحم طبعا أنا ضايفه ويا بصلاية مقطعة ناعم مثرومة يعني، وملح وفلفل أسود. راح نعجنها كلها بهالطريقة، ونجيب كاسة راح نحط نسوي صلصة اللي نخلي بها العجينة مال يوفكا. أول شي نحتاج بيضتين مثل ما تشوفون، بعدين راح نحتاج 3/4 الكوب من الزيت، أي زيت عب دور الشمس أو زيت ذرة. عندنا هنا كوب من اللبن، وعندنا هنا غلاس حليب. نخلط كل هاي المواد سوية على مود تتجانس سوية وتصير صلصة تخينة. هنا راح نضيف بقية الفلفل الأسود على مود الزفرة مالت البيض ما تبقى بهاي الخلطة. طبعا هاي عجينة اليوفكا عجينة كلش مشهورة هنا بتركيا، وسوون من عندها عدة طرق يعني أكلات، وإذا ما موجودة عندكم ممكن تستعملون عجينة البقلاوة. ناخذ قليل من هذا اللحم ونخليه بهاي العجينة، هي تجي دائرية كبيرة وانتو تقطعوها إلى مربعات. هذا طبعا اللحم ما مستوي، راح نخلي بكل مربعة راح نحط بها لحم حسب اللي تردونه هواية وشوية، ونغطها بهاي الصلصة اللي سويناها. حتى هنا إذا عندكم تنشق هذه العجينة مو مشكلة، تخلون العجينة وياها ثانية راح كلها تتماسك بالفرن. هنا نكمل هاي كلها بهالشكل هذا لحد لما يخلص مقدار اللحم اللي عندكم هالشكل. هنا كملنا هسه عندنا هذا العجينة، عجينة اليوفكا واللحم. راح ناخذ من هاي الصلصة تقريبا 4 ملاعق هيجي، راح نخليها فوق اليوفكا اللي سويناها، وراح نخليها بالفرن على درجة حرارة ناصية على مود اللحم اللي بداخلها يستوي، يعني على 180 على 150. عندنا هنا ورا ما طلعناها واستوت راح نرش لها هذا الجبن برشناه بالبيت، وبهالشكل هذا نقدمها وياها كاتشب ومايونيز وياها الجبن كلش طيبة. هسه راح نشوفكم من الداخل انه اللحم مستوي، لازم تخلوها بالفرن على نار ناصية. جربوها وكلش طيبة وان شاء الله تعجبكم، وشكرا.